مراحل، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي انا حتى شفتها الباب مفتوح هيتم متابعتهم، لان احنا ارتباطاتنا النهائيه موجوده لغايه 2016، هنمر بمراحل. فده اللي انا اكدته للاعبين حتى اللي انا شفتهم، ان الباب مفتوح في كل وقت، وحتى اللي مش هيبقى موجود في مرحله معينه قد يكون موجود في مرحله اخرى. كل هذه النقاط الحمد لله مرينا بيها، وبالفعل يمكن ان شاء الله من هنا لغايه مايو المفروض هيبقى اول ارتباط لينا ودي، لسه بنشوف الحاجات المباريات اللي مقترحه بالنسبه لنا. غالبا في دوره موجوده في الاردن، وفي دوره موجوده في الجزائر شمال افريقيا، وفي مباريات اخرى لسه بنشوفها. فنجحنا ان احنا بقول ان احنا نكون هيكل معين ما يقرب من 40 لعيب دلوقتي مميزين، هنتجمع ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي باذن الله، ونبدا شغلنا مع اللاعبين دول حتى نصل الى